انا سعدت اكتر وسعدت جدا وفرحت قوي انه الراجل قائد الشعب ده رئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما انتهت المباراه كلمات عظيمه وكلمات رائعه وبسرعه يعني المباراه الحكم بيصفر والكلمات بتنزل فورا عشان تلاقي الشعب المصري كله شوفوا دلوقتي على السوشيال ميديا يدعم هذا المنتخب شوفوا شوفوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم وأننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالسعود إلى المونديال ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله ايه الكلام العظمه ده؟ ايه الكلام المريح ده؟ ايه الكلام اللي يفرح؟ ايه الكلام اللي يشرح القلب، اللي يسعدنا، اللي فيه دعم، اصل هو الموضوع ببساطه ايه؟ على فكره ده بيحصل لنا كلنا في حياتنا، انت ممكن تعمل كل مجهودك في شغلك وكل تعبك في شغلك وكل اصرارك في شغلك وفي الاخر ما تلاقيش النتيجة اللي أنت كنت عايزها بنسبة 100%، بس في الآخر بتبقى راضي عن نفسك، واللي حواليك بيبقوا راضيين عنك، عشان عرفوا إن أنت تعبت واجتهدت وتحملت صعوبات، ده في كل المجالات مش في الرياضة بس، هي دي كرة القدم، هي دي حلاوة كرة القدم بالمناسبة، ما أنت لو فضلت تفرح على طول هتمل، ولو فضلت تزعل على طول هتمل، لازم تفرح ولازم تزعل، هتديك كتير وهتاخد منك شوية، الميزة إن إحنا منتخب مصر منتخب مصر بياخد وبيفرح اكتر ما بيزعل الزعل هيبقى موجود طول حياتنا في الكوره كده لازم نزعل ولازم نتضايق